اللعبة تجنن، وصلتني امبارح بس قلت اكيد مش هلعبها من غير حبايبي، هتتبسطوا بيها قوي. اي ثينك بلاش نلعبها. ليه؟ ما احنا عملنا اللي اكتر من كده وكان عادي. اه بس دي ما نعرفهاش خالص. طب يلا يلا. دي اسهل كتير من كل اللي عملناه وبتجيب من الاخر. شكلك قلبك ضعيف ولا ايه؟ اكيد مش خايف. يلا رغي كتير قوي يعني. طيروا لي الدماغ اللي عملها ننجز. اهم حاجة في الحوار ده الاسبيرت، لازم كلنا نركز عليها كويس. كلنا هنا الاسبيرت بتاعتنا عالية، يعني كلنا هنشوف، ما فيناش حد بقى. طب يلا يلا. مش مطلوب منكم غير انكم تحطوا ايديكم على الورق وتغمضوا عينيكم وتركزوا بس كده. يلا بينا. اجيب يا عالم الارواح الصاعدة اللانهائي السمو والمعرفة الروحية. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.